Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are here in Anoyo camp, Pautor Township, Arakan, Burma, Myanmar. It has around 1,200 households and 5,000 population. These people are really in dire situation as it is being surrounded by mountains, hills and sea. Alhamdulillah, today we are here to reconstruct the Madrasah school and these other materials for to do construction only for the Madrasah. بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق فأثير براءتها سحر أمثال رزينة أخلاقي وجنى تسبيك ثقافتها تأتيك النبع الراقي أما الأخلاق فجوهرة تبدو كالضوء البراق وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق وليوف تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي وسجى تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاق